صادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين على تمديد قانون منع لم الشمل للفلسطينيين الذي أقره قبل 11 عام، ويمنع القانون أزواج وزوجات فلسطيني 48 والقدس والمتزوجين من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة بهذه التقسيمة يعني الإسرائيلية والاحتلالية البحتة من العيش مع أسرهم وأطفالهم تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية كثيرة على كثير من العائلات. يقدر بنحو 20,000 طفل من المتضررين من هذا القانون، راح يكون متضررين كل عام من هذا القانون. ولكن نجح المحامي نجيب زايد في الفترة الأخيرة بانتزاع هويتين مقدسيات، هويتين زرق، واعطائهم لاشخاص كانوا بحاجه للم شمل العائلات تحت سقف واحد في مدينه واحده وفي منطقه واحده. للحديث عن تفاصيلها وعن الثغرات القانونيه في هذا القانون والتي ممكن يستفيد منها عدد اكبر من المواطنين المقدسيين وداخل الاراضي المحتله في 48، نستضيف المحامي نجيب زايد وكاتب العدل ايضا. صباح الخير. صباح الخير استاذ نجيب، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بالاول بدنا نحكي عن القانون وعن كيف انت قدرت تلاقي ثغرات قانونيه خلتك تقدر تاخذ هويات مقدسيه او هويات بين قوسين اسرائيليه لحتى يقدروا يستطيعوا يعيشوا تحت سقف واحد. نعم، هو القانون نتيجه لمجهود من المخابرات الاسرائيليه عام 2001، هدفه إلغاء الباب الخلفي لحق العودة للفلسطينيين. في شهر 3 2002، وبحجة عملية انتحارية تم تنفيذها في مطعم ماتسا في حيفا، جمد وزير الداخلية آنذاك إيليا شاي جميع معاملات لم الشمل، وإثر ذلك في شهر 5 2002 أقر قرار الحكومة بتجميد معاملات لم الشمل. في أعقاب ذلك في عام 2003 تم إقرار قانون الكنيست بتجميد جميع المعاملات، ونحن اليوم نعاني من هذا القانون. وكل ست أشهر كل سنة زي ما وضح لنا الأسبوع الماضي أنه بدهم يجددوه. هو عبارة عن قانون مؤقت إلا أنه قانون دائم في هذه الدولة. نعم. قانون طوارئ. الخلفية الحجة لهذا القانون هي حجة أمنية، ولكن الخلفية الحقيقية هي خلفية ديموغرافية لمنع تكاثر الفلسطينيين في هذا أرض أكبر عرب أقل، هم بيحكوا دائما. نعم. الثغرة، هذه الثغرة تم إيجادها في عام 2008 بواسطة المحكمة العليا، مبنية على أساسين. الأساس الأول، كل من قدم معاملة لم شمل ما قبل عام 2002 قبل، نعم، التجميد، ويمكنه إثبات قصور أو تقصير من الداخلية أدى إلى عدم حصوله على هوية قبل 2002، يمكنه الآن أن يحصل على بطاقة هوية. الأساس الثاني هو خطأ أو عطل من قبل الداخلية أدى إلى عدم حصول هذا الشخص على بطاقة هوية قبل عام 2002، يمكنه الحصول اليوم على بطاقة هوية. نعم. واللي بيقدم لبعد 2002؟ بعد 2002 يدخل خانة التجميد تحت شعار القانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. دكتور أستاذ نجيب، نحب أن نعرف عن قصة النجاح التي خطها. نحن نعلم بأنها ربما لا تقارن بهذا العدد الهائل من الناس المحرومين من أن يلتم شملهم، لكن كما يقال أول الغيث قطرة. أنت نجحت في انتزاع هويات مقدسية لكل من محمد ونسيم حمد الجولاني، حصل على هوية دائمة، وأيضا المواطن فالنتينو بندك حصل على هوية مؤقتة. نعم. كيف نجحت؟ كيف قمت باستغلال؟ هل هم كما قلت كانوا مقدمين كانوا قد تقدموا للحصول على هوية قبل عام 2002 أم كيف؟ نعم، هو عملية لم الشمل هي عملية طويلة المدى، تبدأ وتستمر سنوات. سنوات من المعاناة والذل. نعم، هي سنوات من المعاناة والذل والدخول والخروج. البخل الداخلية يعني بيطلع مش مريض نفسيا. نعم،
الدخول والخروج في أبواب الداخلية والوقوف في الدور وفي الدور الطويل للداخلية. وأساليب التحقيق و... نعم نعم أعتقد أن القضيتين هاتان القضيتان ليستا إلا مدماك في مبنى الثغرة، هذه الثغرة. نعم. هنالك عشرات القضايا التي اعترفت فيها المحكمة المركزية في القدس، وأخص المحكمة المركزية في القدس، لأنها مشت مع هذا الطيار ووافقت على توسيع هذه الثغرة لعدة نواحي. ما يعني المحاكم الأخرى خارج نطاق القدس مثل المحكمة المركزية في حيفا أو المحكمة المركزية في تل أبيب أو المحكمة المركزية في بئر السبع لم تستطع حتى اليوم ولم تكن تتمكن بهذه الشجاعة من توسيع هذه الثغرة وأن تقف في ضد هذا القانون أو مع هذه الثغرة ومع الحق بالحصول على بطاقة هوية زرقاء. نعم. بطاقة الهوية هي ليس فقط إلا وسيلة وليست غاية، هي وسيلة لتحقيق وإحقاق عدة حقوق يمتلكها الفرد في هذا البلد، أولها العودة. أولها العودة وأبسط حقوق الحياة الأسرية. نعم. حق الأبوة والأمومة والبنوة واختيار مكان السكن، حرية الحركة، حرية التنقل، اختيار مكان السكن، حق العمل، التأمين. نعم. الاجتماعي، مخصصات الأولاد إلى آخره، إلى حق التأمين الصحي. نعم. حق قيادة مركبة في داخل هذا البلد، يعني هي أبسط حقوق المرء للعيش الكريم في هذا البلد. أستاذ، ما هي نصيحتك للعائلات اللي بحاجة لم شملها، بحاجة لمثل هذه المعاملات، بحاجة لمثل هذه رفع مثل هذه القضايا، وكيف ممكن يقدروا يستفيدوا من هذا القانون المجحف بحق عدد كبير من العائلات الفلسطينية؟ نصيحتي هي عدم التسليم للأمر الواقع. لكل مشكلة حل. أعتقد أن على كل من يعاني من هذه المشاكل أن يتوجه للاستشارة والسؤال وعدم التسليم بما يقال في الداخلية، في وزارة الداخلية. نعم. لأن وزارة الداخلية ليست معنية بإعطاء أي بطاقة هوية، وهي وسيلة لتنفيذ كل المآرب التي تقف في خلفية هذا القانون. الاستشارة القانونية قبل المتزوجين قبل 2002 والبعد كمان، مزبوط؟ واللي بعد في حالات معينة. نعم. في حالات استثنائية. أستاذ نجيب، نحن نعلم بأنك مختص أكثر شيء في الشأن الداخلي هنا في داخل البلاد، لكن خارجيا هل تتوقع بأن يكون هناك أي نوع من الضغوط على إسرائيل من أجل إلغاء هذا القانون؟ هل يوجد، هل كنت قد تكلمت عن باب الخلفي للعودة، لنتكلم عن باب الأمل، هل يوجد؟ نعم. هل هو مغلق بشكل كامل أم أنه مشقوق مفتوح بعض الشيء، باب أمل لإلغاء هذا القرار؟ للأسف الشديد القانون الإسرائيلي يسمونه قانون دم وليس قانون أرض، أي هو يتعامل مع الإنسان على أساس دمه، فكل يهودي في أي قطر في هذا العالم يستطيع العودة بين قوسين إلى هذا البلد دون غيره غير اليهودي. حق العودة هو حق أساسي لكل إنسان، العودة إلى وطنه، وأعتقد وكل أمل أن يتم تعديل القوانين، فنحن في الألفية الثالثة ولا يعقل أن يعاني الفلسطينيون دون غيرهم الأمرين. وأنا أريد أن أذكر أن القانون الألماني النازي منع الزواج المختلط بين اليهودية والألماني أو اليهودية والألمانية، كما القانون الأمريكي الذي منع الزواج من الأسود والأبيض. فنحن اليوم وبعد عشرات السنين من هذه الحالة
نعاني من نفس المشكله ولا؟ لا والله احنا افظع، لانه احنا من نفس الدم ومن نفس الطوائف، وما فيش عندنا هالاختلافات اللي في اوروبا مثلا ولا في امريكا، وما فيش عندنا تعدديه كبيره لهالدرجه، الا انه بيفصلوا بين الدم والدم، يعني بين نفس الدم، بين نفس افراد العائله، يعني بكون العائله وحده، منهم معهم هويات مقدسيه ومنهم معهم هويات ضفه، ومنهم ما معهم اصلا هويات، يعني ما عندهم مش حريه لا الحقوق الاجتماعيه ولا السياسيه ولا الاقتصاديه، بالاضافه الى انه تم تقسيمنا، يعني الواحد لما بده يتزوج من خارج القدس ولا من خارج مناطق الاراضي ال 48 بفكر 100 مره للذل والاهانه اللي بدها تتعرض لها، سواء الفتاه ام الشاب، وكيف مصير الاولاد، وكيف مصير وكيف تشتت العائله. فهي نجحت بتفتيتنا حتى على المستوى المناطقي، حتى على المستوى الجغرافي. وبالطريقة من العلاقه بالاخر. نعم، أواجه هذه المشاكل. يعني المقارنة، قصدي أنا الفكرة أن المقارنة نعم. بهذيك القوانين وهذا القانون مش المقارنة، مش تماما. المقارنة هي فقط تقريب الفكرة، يعني لكي يكون هنالك مثال. نحن نتكلم عن الموضوع كموضوع خارج هذه الحدود، خارج نطاق نعم. هذا البلد، يعني على المستوى العالمي. فالعالم يعني يذكر الكارثة لليهود ولا يذكر بهذا الشيء ما نعم. يعانيه الآن. يعني يذكر الكارثة في ضمن الماضي البعيد قبل 65 عام، لكن لا يذكر ما حصل للشعب الفلسطيني، لا يذكر النكبة بهذه الحدود الواسعة، ولا يصل لا تصل إليه الفكرة والخلفية الحقيقية لهذا القانون وما يعاني منه الشعب نعم. جراء هذا القانون. فهذا القانون هو قانون عنصري، يجب محاربته بجميع الوسائل، حتى على الصعيد القضائي الإسرائيلي يجب محاربته، ويجب توسيع هذه الثغرة كي نتخلص من هذا القانون. أستاذ نجيب، المحامي نجيب زايد، زودتنا بمعلومات ونصائح كثيرة متعلقة بموضوع لم الشمل. نكتفي بهذا القدر. أتمنى أن تعطي أمل وتوصل أن تصل الرسالة كل العالم فيما يتعلق بهذه القوانين التي تعتبر عنصرية. شكرا جزيلا لك المحامي نجيب زايد. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. هلا نعود.